مشاهدينا برحب بيكم مره تانيه، وزي ما قلت هتكلم في هذه حراسه المرمى، وعندنا كلام كتير الحقيقه. وضيفنا النهارده يمكن عانى كتير، خرج في تجربه احتراف لليونان ورجع تاني لمصر، لعب للاتحاد السكندري، لعب في وقت من الاوقات لوادي دجله، وحاليا هو حارس مرمى بني سويف. كابتن احمد حمدي، كابتن احمد اهلا بيك. مساء الخير عليك يا استاذ سماح، يعني اهلا بحضرتك، وسعيد ان انا متشرف ان انا اكون معاكي دايما. الاطلاله بتاعتك جميله وبتنوري دايما دايما يا رب. مشكورك. ربنا يخليك يا رب. اسمح لي في البدايه ان انا اشيد بحد، وانا دايما لما بحب اشوف حد يعني عامل حاجه كويسه لازم ان احنا نشيد بيه الحقيقه، ولازم الناس تشوف صورته وتشوفه في نادي صيد المحله. اكرم حبيب مواليد 2002، الحقيقه هو هداف بطوله الجمهوريه، ما شاء الله عليه، يعني ربنا يحميه، واحرز هاتريك في مباراه باينورز مع صيد المحله بالامس، وسوبر هاتريك في ماتش الزرقاء، اصبح مجموع اهدافه 20 هدف، شارك مع الفريق الاول في 4 مباريات في دقائق معدوده، وفي انتظار المشاركه الفعليه ده عنده 20 هدف وهو بيشارك مجرد دقائق معدوده، يعني ربنا يوفقه يا رب. دي حاجة من الحاجات الجميلة واللي دايما بتمنى انكم تبعتولي عنها من اولادكم او من الناس اللي انتم شايفينها في الفرق انها تستحق الاشادة، لانه ده اقل حاجة ممكن نقدمها من خلال قناة النيل للرياضة، زي ما دايما بقول عنها انها قناة خدمية في الطراز الاول، انه تبرز هذه يعني بارقة الامل اللي موجودة، انه شاب صغير من مواليد 2002 ويبقى عنده هذا الكم من الاهداف، وان شاء الله نشوفه في يوم من الايام هيكون في منتخب مصر. الحاجة التانية الحقيقة اللي برضو اللي كنت عايزة اقول عنها هو مركز شباب سمسطة. مركز شباب سمسطة السنة اللي فاتت كان بيشارك في القسم الثاني، والحقيقة كان مع رئيسه استاذ احمد الدهشان، كان بيقدم عروض هايلة جدا وقوية جدا، وفي وقت من الاوقات كان موجود الاول، ومره تانية كان موجود الثاني، ويعني وكنت بقول عن مركز شباب سمسطة ده هو جاي ببطء شديد جدا في وسط الفرق اللي موجوده، وهو ما هواش عنده هذه الامكانيات ولا اللعيبه اللي تساعده على انه يشارك في القسم الثاني، وبالتالي فعلا وجدته انه تراجع بشكل كبير جدا مع القسم الثاني، فضل يتراجع مع طول الموسم لانه اكيد ما كانش هيقدر انه يكمل، كانت البدايه اللي هي زي ما بنقول عليها حمى البدايه اللي كانت موجوده، بعد كده ما قدرش ان هو يكمل، وبالفعل هو هبط من القسم الثاني للقسم الثالث السنه اللي فاتت. السنه دي بسبب ضعف الامكانيات الموجوده وكتير من اللعيبه اللي رحلت عنه في الموسم اللي فات، هبطوا السنه دي كمان للدرجه الرابعه، للاسف كانوا محتاجين نقطه واحده ووقعوا، بس تم الغاء نتيجه مباراتهم اللي كانت امام عاملين راس غارب، بسبب ان كان هم اشركوا لاعب موقوف، وهذا اللاعب الموقوف خلى نتيجه المباراه اتعدلت بعد ما كانوا فرحانين ان هم هيقعدوا في القسم الثالث، للاسف نزلوا للقسم الرابع. وده اللي كنت عايزه اقوله، انه يعني احنا دايما بنبص لمراكز الشباب على انها ممكن تنافس وهي تبقى موجوده، لكن هي دورها الاساسي انها يعني اللعب مش المنافسه، وهو دوت اللي مهم انه يكون موجود. كابتن احمد، يمكن انت ما تابعتش قوي مركز شباب سمسطة السنه اللي فاتت، لكن رايك دايما من خلال تواجدك في الوسط الرياضي، هل المراكز الشباب تنافس ولا دورها فقط هي ممارسه اللعبه؟ لا، ممكن السنه اللي فاتت انا كنت في شارع الدخان، فرحت الملعب بتاع سمسطة ولعبت على الملعب بتاع سمسطة ولعبنا سمسطة ماتشين. لا، انا شايف ان مراكز الشباب ليها حق زيها زي الانديه ان هي تشارك وتخش الدوريات وتشارك بشكل كويس، وليه لا ان احنا نشوف مركز زي يكون موجود في الدوري الممتاز زيه زي اي فرقه. اي نعم بيبقى في صعوبات كثيره جدا بالنسبه لهم في الامور الماديه والامور المهمه جدا في عالم كره القدم الاحترافيه، لكن مع الامكانيات القليله لو قدرت توفر مجموعه لاعبين او تبقى المنظومه عارفه الحدود الماليه اللي بتتعامل بيها، هتقدر توفر لاعبين بالمستوى اللي يقدر يخليك تنافس او تكون موجود في الدوري الممتاز او سواء في الدوري الممتاز. يعني انا مؤمن بحته لكل درجه معينه تقدر تجيبي لاعبين حتى لو بمبالغ قليله، يكون عندهم طموح. اي نعم هيبقى في مشكله شويه في الانتقاء بالطرق دي، لان انت عشان تجيبي لعيب عنده خبرات
وعاوزاه يصعدك دوري ممتاز او يصعدك ممتاز بيه، لازم تدفعي له مبالغ كبيره. في حين انك انت عشان تدوري على مواهب زي ما حضرتك، طبعا مشكور، انا بشكرك على الـ على الـ 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 النوتس البسيطه اللي انت جبتيها على لعيب صغير. دي حاجات احنا مفتقدينها في مصر، ودي حاجات هتفيد مستقبليا منتخب مصر، ان انا ادور واكتشف مواهب صغيره ممكن اقدر اجيب مواهب صغيره بمبالغ صغيره ومستقبليا استفيد منها بشكل كبير، حتى لو في درجه ثانيه او في ممتاز بيه. وشفنا امثله كتيره جدا، في انديه كتيره جدا بتمشي بالاسلوب ده، بس هم بيتعبوا شويه في ان هم يدوروا او يلاقوا تالنت كويس، موهبه يقدر يستفيد منها ويضيف لها وهي تضيف له. اعتقد ان مراكز الشباب لازم تبص على النقطه دي مهمه بالنسبه لها، عشان الامكانيات الماليه بالنسبه لها ضعيفه شويه. لكن طبعا حزين نزول فرقه زي سميستر السنه اللي فاتت، كانت ماشيه بشكل كويس، وكانت اول كام ماتش في الدوري لو حضرتك متذكره كانت مصدره الممتاز بقى. يعني كانت متصدره، ماشي ببطء جدا في وسط الانديه واحنا مش حاسين بيك ولا بنلاقيك فوق. حصل فعلا كانت مصدره، بس طبعا الامكانيات ما ساعدتوش. طبعا على فكره غير مركز شباب طميه السنه دي قادر انه يكمل وهيبقى موجود في المنطقه الدافيه. ممكن عشان مركز شباب طميه شغال بشكل شويه استثماري شويه. صحيح، وده اللي مهم جدا في الكره دلوقتي اللي احنا بنتكلم. ومعاه كابتن نادر السيد مدير فني. طبعا كابتن نادر كان كبير واسم كبير جدا في الكره المصريه، وله خبرات كبيره جدا، وبعشرته في لعب في الدوري اليوناني، وكنت انا لسه رايح اليونان. فيعني عقليه محترمه جدا، والمنتاليتي بتاعته يعني متقدم ومتطور دايما يعني. بمناسبه انك بتتكلم على اكرم حبيب مواليد 2002 اللي من صيد المحله، لو كان حد بيتكلم عنك كده لما كنت موجود في نفس السن كان ممكن تفرق معاك في مستقبلك؟ بص اكيد طبعا، يعني احنا لو فكرنا ان اللعيبه المصريه الموهوبه لو موجوده في، خليني اقول لحضرتك كمثال، لو عدد اللاعبين المصريين اللي بيلعبوا مثلا في انديه هنا في النادي الاهلي او في الزمالك او في ايا كان، سي في الانديه الصغيره، لو موجودين في مدريد مثلا، فالكشافه اللي موجودين بالطرق العلميه في اكتشاف المواهب في اوروبا، شافوا اكتر من لاعب مثلا صغير في السن من اللعيبه اللي عندنا في مصر. فما تستبعديش حضرتك خالص انك تلاقي في ريال مدريد مثلا وفي اتلتيكو مدريد 10 لعيبه مصريين. هي نفس الطرق اللي احنا مفتقدينها في مصر، اللي انت حضرتك دلوقتي مشكوره، عملت سبوت على لعيب صغير ماشي بشكل كويس. الطرق دي هي اللي متبعه في اوروبا بشكل كبير جدا، ان انا اعمل سبوت على الحد المميز اللي ماشي بشكل كويس. يمكن انا عاصرت وكيل لاعبين صديق ليا في كان في اليونان، يوم الاجازه بتاعي كان انا لعبت يوم الاحد، يوم الاثنين او لو لعبت سبت كان بيقول لي يعني يوم الاحد رايح اتفرج على ماتش، فانا قلت لي تعالى معايا. فانا استغربت، انت رايح تتفرج على ايه؟ قال لي رايح اتفرج على براعم 14 سنه. فالموقف يعني انا مش يوم اجازتي هاجي اتفرج معاك، والساعه كام؟ الساعه 9 الصبح والدنيا بتمطر والجو برد. لا، الناس مهتمه بشكل كبير جدا ان انا اروح لو في موهبه هتقدر مستقبليا استفيد منها بشكل استثماري لو هو وكيل، بشكل اكبر فنيا لو هو نادي. وكل ده بيصب في مصلحه منتخبات. طبعًا احنا بنشوف لعيبه كتيره جدا بتلعب في اوروبا زي عمر مرموش، يعني انا عاصرت عمر مرموش في وادي دجله، هو كان لسه طالع. يعني لولا ان منظومه وادي دجله مختلفه شويه في التفكير، ان هو طلع مستر ماجد سامي مشكورا طبعا، طلع الولد في اوروبا في سن صغير. لا، هو كان فارق في مراحل الناشئين اهداف كتيره جدا، وطلع مع كابتن حسن صدقي اتمرن معانا، كان على ما اعتقد هداف مراحل الناشئين بعدد غريب في الاهداف. يعني انا سالت في وقتها كان حاجه و60 هدف او حاجه، فده حاجه محترمه جدا. احنا لازم نستغل، هو في مواهب كتيره جدا. هو طلعه يورز البلجيكي ولا كان طلعه؟ لا، طلعه احتراف في فرقه درجه ثانيه في المانيا، وبعد كده راح تدرج، يعني نزل درجه ثانيه سنه، يعني خد التدرج الطبيعي للعيب المحترف. وعشان كده هو ناضج كرويا جدا، واعتقد من العناصر اللي مشكورا مستر كروش ضم المنتخب. هو بيقدم بشكل كويس جدا في شتوتجارت، كان لسه الاسبوع ده حاطط هدف، فازوا على فولسبورج 3-2، وكان هو صنع هدف وحط جون حلو جدا من فاول، يعني حاجه محترمه. يعني اعتقد ان هو هديف لمنتخب مصر زي لعيبه كتير جدا موجوده صغيره. يمكن انا عاشرت في الفتره اللي قعدت فيها بره، بشوف لعيبه كتير جدا
من اب مصري وام مثلا اوروبيه او العكس، يعني مقيم هناك ومولود هناك باب مصري وام مصريه وبيلعب ومحدش مكتشفه في مصر، هو بيلعب في مكان كويس وراضي بياخد مثلا مرتبه او بياخد القيمه الماليه بتاعته، فما بيدورش على منتخب مصر. لازم احنا ندور عليه، ندور عليه، لان ده هو ده هيفيد منتخب مصر. زي الانديه الفرق الافريقيه بتقدم ده بشكل كبير جدا. يمكن حضرتك شفتي برونو ميتسو في منتخب السنغال عمل طفره، قعد شهرين او ثلاثه دور في فرنسا بس طلع قائمه للمنتخب السنغالي في الفتره اللي منتخب السنغال ده كان بيشارك كاس العالم ايام خليل فريجه وحاج ديوف واللعيبه كبيره جدا كلها بتلعب في المنتخب. هنا كمان حضرتك فاكره الجيل ذهبي بالنسبه له. طلع قائمه للمنتخب حوالي 40 او 50 لعيب يصلحوا قوام اساسي للمنتخب السنغالي. احنا عندنا في مصر كده وعندنا لعيبه زي ستيفان شعراوي مثلا اللي بتدور عليه. طيب هو ستيفان شعراوي استفاد بيه منتخب ايطاليا. احنا وفي لعيب اسمه هيثم في فيلاريال الاسباني برضه مصري. في لعيبه كتير جدا بس فيهم اللي مهتم يجي لمصر واحنا مش مهتمين او ما بنقدمش، يعني ما بنقدمش يجي لعون ليهم ان هم يجوا لنا يساعدونا يعني. صحيح. وده مش عيب يعني. صحيح. يعني انت فكرتني ان في منهم على فكره بقى، يعني في ناس منهم بس صغيرين في السن شويه بعتوا لي على صفحتي، يعني بيقول لك انا موجود بره ومحترف بره، بعتوا لي على صفحتي. اعتقد ان لازم الفتره اللي جايه فعلا ان احنا نحاول نساعد المنتخبات المصريه اللي موجوده على في كل الاعمار وكل المواليد، ان احنا نبتدي نطلع هذه الفيديوهات والناس اللي بتبعت فيديوهات من بره انها موجوده وتصلح للمنتخب لو مش حد حاسس بيها. انا عايز اتكلم معاك عن المنتخب وعايز اتكلم معاك عن اختيارات المنتخب وعايز اتكلم معاك عن حراستك يعني كحارس مرمى بني سويف في الوقت الحالي، لكن الاول عايزه نتكلم شويه عن تجربتك في الاحتراف في ايطاليا واليونان. انت بدات منين فيهم؟ في اليونان؟ لا انا بدات في اليونان، يعني كنت في منتخب شباب مع دكتور محمد علي الله يرحمه. سافرت بطوله الميريديان كانت في تركيا، يعني شاركت بشكل بسيط جدا في المباراه بس كان في سكاوتنج زي ما حكيت لحضرتك، يعني نفس الحوار ده حصل معايا. سكاوتنج شافني، طيب احنا هتخوض فتره معايشه هنا في مع فرقه انكارا جوجو، يعني كان عندهم لائحه الاتحاد التركي لكره القدم ان ما فيش حراس، ما فيش لعيبه اجانب، اثنين لعيبه اجانب تحت السن، فاضطريت ان انا امشي من تركيا في البطوله. الفتره اللي قعدت فيها فتره المعايشه لعبت ماتش ودي قصاد باناثينايكوس يوناني في مراحل الناشئين، كانت بطولات ناشئين. مدرب حارس مرمى الفريق الاول لباناثينايكوس. وانا بس هقطع كلام حضرتك، هو ده طبعا انت بس، يعني عشان اختلاف الشعر بس عشان الناس ما تبقاش مستغربه. ده كابتن احمد حمدي في تمرين مع كابتن عصام الحضري، ده ايام وادي دجله ولا في ايام هو كان الكابتن الحضري كان في اسماعيلي، انا كنت في النصر التعدين الفتره دي يعني. تمام. نكمل اليونان. يعني الناس عرضت عليا ان انا اكمل مع الفرقه بتاعت اليونان، يعني خلاص انا كده ماليش مكان في الفرقه بتاعت تركيا بسبب القرار بتاع الاتحاد التركي لكره القدم. فرحت باناثينايكوس، كان الاختيار ليا اللي هو سكاوتنج يعتبر من اساطير حارس مرمى في اليونان، مستر تاكس كورنوبلوس، يعني هناك اسمه الحارس الطائر ومدرب حارس مرمى منتخب اليونان سابقا ومدرب حارس مرمى باناثينايكوس، قيمه كبيره يعني. هو راجل كان ليه رؤيه ان انا حد موهوب يقدر يطور مني. رحت باناثينايكوس، بدات مع البي تيم وانا صغير 17 سنه، كنت بتصعد على فترات للفريق الاول، ممكن ما لعبتش في الفريق الاول في باناثينايكوس بس كنت رقم ثلاثة لحد 19 سنه. غيرت لفريق ليفادياكوس، قعدت سنه ونص قعدت معاهم من ممتاز بيه للدوري الممتاز، خدت احسن حارس ناشئ في اليونان كلها سواء في الدرجه الاولى او الممتاز بيه يعني، ربنا اكرمني لعبت مع في الدوري اليوناني ما نزلتش تاني ممتاز بيه. لعبت باناثينايكوس ومن باناثينايكوس اتبحت الاتروميتوس، فرقه محترمه فرقه كبيره. كنت المفروض ان انا هرجع باناثينايكوس تاني، حضرتك عارفه باناثينايكوس فرقه كبيره زي الاهلي والزمالك عندنا. الفتره اللي كنت فيها في اليونان كان كابتن احمد سليمان وكابتن حسن شحاته
هم القائمين على المنتخب قبل الايقاف بتاع كابتن عصام الحضري. يمكن ايقاف الكابتن عصام الحضري في الفتره دي كابتن احمد سليمان بعت لي فاكس رسمي لانضمام المنتخب، كنت قبلها مع مستر فنجادا وكابتن مجدي طلبة في منتخب الاولمبي. حصلت لي اصابه قبل ماتش كوت ديفوار اللي هو كان في التصفيات بتاعه بكين، كان ما سافرتش يومها، كان المفروض ان انا مسافر الطيران في نفس يوم الماتش. كان معايا احمد مجدي وعمرو الحلواني، تخلفت عنهم بسبب ان يعني كان اليوم ده عندي في اليونان ماتش، اتعورت في الماتش فما سافرتش الماتش بتاع كوت ديفوار اللي هو احنا خسرنا فيه وما تأهلناش لأولمبياد بكين. بعد كده نزلت لحرس حدود، قعدت سنة ونص في حرس حدود، خدت معاهم كاس مصر ايام كابتن طارق العش الجيل الذهبي بتاع حرس حدود. كنت برضو لسه صغير، يعني 19 سنة. خلصت سنة بتاع حرس حدود، رجعت تاني اليونان، برضو أتروميتوس، من أتروميتوس رحت لفادياكوس ولاميا، كلهم دوري ممتاز، كل الانديه دوري ممتاز، قاعدين بشكل كويس جدا. انت عارف هناك ما بي لازم تكون المستوى الفني اعلى من اللعيب ابن البلد علشان يقدر يجدد لك او يجيبك او يخليك موجود، لان انت بتكلفه مبالغ اكتر من اللعيب اليوناني. اللعيب الاجنبي بيدفع له ضرايب اكتر، غير التكلفه انك انت مكان، انت كحارس مرمى تجيب حارس مرمى تاخد مكان لعيب اجنبي، ده بالنسبه لهم لازم يكون مميز جدا. فانا ربنا اكرمني الفتره دي كنت ماشي بشكل كويس قوي. رجعت الفتره بتاع قبل عادي خلص، نزلت الاتحاد السكندري فتره تولي كابتن محمد مصلحي قبل الثوره بسنه ونص. شاركت معاهم بشكل كويس، بعد كده قامت الثوره فالدوري توقف في مصر، اضطريت ان انا ارجع تاني، يعني كان عندي فرصه ان انا ارجع اوروبا تاني. رجعت فرقه لاميا، كان ليا رصيد فيها ان انا كنت ماشي بشكل كويس، والفيزا سميغارون اليونان، ورحت بعدها سنه ونص بروفيرشيلي في ايطاليا. يمكن دي كانت نقله كويسه بالنسبه لي في دوري اقوى، وكانت يعني انا بالنسبه لي البطولات الاوروبيه كلها دوريات قويه، بس ايطاليا تختلف شويه عن اليونان في موضوع حراسه المرمى بالذات، يعني هم مدرسه قويه جدا في حراسه المرمى. ضافت لي كتير الفتره دي. نزلت مصر الفتره بتاعت لنادي وادي دجله ونصر التعدين. بعد نصر التعدين يمكن رحت شرقيه الدخان سنه الصعود. يعني بعد ما خلصت الشرقيه الدخان كان عادي مثلا ست شهور بس، اللي هم اخر ست شهور سنه اللي فاتت كنت موجود في الشرقيه الدخان، ومشيت منها على سيراميكا كليوباترا في وجود الكابتن هيثم شعبان. لا كان هو الكابتن ضياء. يعني اقاله او الجهاز الفني اتغير فقبل الدوري ما يبدا، فانا بلغت ان انا مش موجود علشان محسوبه على الجهاز، يعني الكابتن ضياء وكابتن عصام الحضري. فاضطريت ان انا اروح اخر ايام القيد لبني سويف، طبعا فرقه محترمه، كان كابتن محمد يوسف مدربين المحترمين طبعا، كابتن نبيل شعبان يعني كان بمس عليهم، الناس اللي يعني عملت فرقه كويسه جدا وناس شغاله بشكل كويس جدا في الممتاز بيه. فانت عارف المركز بتاعنا لازم مشاركه، ما ينفعش ان انا اقعد، وده طول ما انت في الملعب وطول ما انت بتادي بشكل كويس سواء في ممتاز بيه او غير ممتاز، الفرصه هتجيلك وهتقدر ترجع تاني وترجع تكون موجود في مكان احسن. يعني انت مع بني سويف الموسم ده؟ مع بني سويف رحت لهم. بني سويف ما شاء الله يعني كان عندهم فرقه حلوه، كانت بتنافس السنه اللي قبل اللي فاتت مع البنك الاهلي لغايه اخر مباراه. بني سويف نادي كبير وفرقه كويسه جدا، يعني انا شايف ان هي المفروض ان من الفرق اللي تكون في دوري ممتاز. ان شاء الله السنه الجايه تحط رجلها والدنيا تتغير والظروف تبقى احسن، وان شاء الله تكون موجودين في دوري ممتاز. كان في بعض اللقطات اللي كان بيعرضها الزملاء ليك عايزين يشوفها، يعني تعلق لي عليها، ودي كانت مباراه ايه؟ ده ماتش سوهاج، دي مباراه بني سويف. بني سويف وسوهاج، ملعب سوهاج ده مش نص، ده الاسبوع اللي قبل فات يعني على طول. ماتش كنا حطينا جون اول الماتش واتحسبت علينا ضربه جزاء في الدقيقه 5، ودي في اخر الماتش، دي الكره دي يعني هي خدت الانقاذ بتاع الاسبوع في التصويت،
ودي ضربه الجزاء بعد الهدف بتاعنا. كان في توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، احنا بنشتغل وده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى ومجهود كابتن نبيل شعبان ده حارس مرمى معانا، وكابتن محمد يوسف المدير الفني لنادي بني سويف، وكابتن سيد عامر وكابتن عبد الله وكابتن سادات، يعني الناس كلها بتشتغل بشكل كويس. و يعني الحمد لله، بس هو الممتاز ممكن ما يكونش متشاف شويه بالنسبه لمصر. بالنسبه لنا احنا هنا عاملين استاديو النيل، وعلى فكره ليه نسبه مشاهده عاليه جدا، يعني كل نادي بيلعب له جماهير اللي موجودين في محافظته. الحقيقه انا يعني بأفاجئ بده، بأفاجئ انه بعد ما بخلص استاديو النيل في ناس كثيره جدا بعتها لي، ناس كثيره جدا بتكلمني شافت المباراه. فيعني حتى لو الناس بتهتم بالممتاز الف، لكن لا يعني الانديه الشعبيه اللي موجوده والله، وحتى انديه الشركات يعني اسوان تأسيوت، عفوا بترول اسيوط ناس بتتابعه كتير جدا من اسيوط رغم ان هو انديه شركات. في يعني انديه تانية كتير جدا من اللي موجوده في سواء في بحري او في القاهره او في الصعيد، يعني حتى مركز شباب تانية والله ليه ناس كتيره بتتفرج عليه من الفيوم ونادي الفيوم طبعا. فيعني لا، في نسبه مشاهدته بالنسبه طبعا للناس اللي موجوده هذه الانديه في محافظتها كبيره. دي مباراة ايه؟ دي مباراة المنيا كانت في استاد الاسيوط الاسبوع اللي قبل اللي فات. دي برضو كانت صدى موفق فيها شوية جدا الحمد لله يعني. برضو الفرقة بتأدي بشكل كويس، احنا عندنا فرقة. انت صديت الكرة دي؟ صديت الكرة دي، الكرة اللي فاتت دي كانت في اخر الماتش، يعني المفروض ان هي جون بشكل كبير جدا. لا خلاص يعني المفروض زي ما قلت، كان في توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، يعني من الحاجات من الكرة الصعبة جدا للواحد في حياتي الكرويه اللي اتكررت يمكن. يعني اسامه بيقول لي ان كابتن عصام الحضري اتصل بيك هناك على الصده دي. يعني هو كلمني او انا نزلت الصده، كان في موقع منزل الصده، فانا عملت لها شير عندي. فلقيته بيتصل بيا بيشيد بيها ويقول لي ما شاء الله حاجه محترمه، حاجه محترمه جدا. والتوقيت بتاعها كان توقيت صعب جدا، احنا كسبنا الماتش ده، وكانت المنيا اصلا يعني قريبه من المنافسه جدا. يمكن الماتش ده اثر عليهم بشكل كبير جدا وبعدوا عن يعني نزلوا تحت شويه في الترتيب. كانت الكره دي في اخر الشوط الثاني، واحنا كنا كسبانين الماتش، فالحمد لله كانت لها سبب بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نكسب الماتش يعني. فاقول لحضرتك موضوع اذاعه الماتشات، انا شايف ان هو ان احنا برضو طبعا مشكوره قناه النيل الرياضه على المستوى اللي بيتقدمه والمحتوى بتاع اذاعه المباريات والبث المباشر للماتشات بتاعت الدوري الممتاز. بس انا كان ليا وجهه نظر، يعني يمكن عشرتها في اوروبا في فترات كتيره، اليونان بتذيع لحد الدرجه الرابعه. الموضوع بيبدا بشكل تدريجي. انت لو حضرتك رجعت السنين اللي فاتت في الدوري الممتاز ايام 2009 و2010، كانت الماتشات اللي بتذاع ماتشات اهلي او زمالك وبتتذاع، احنا كنا بنروح الاستاد بالله عربيه البث ونوع مش بتاع المذاع. دلوقتي بقى البث بيجي موارد كتيره جدا ماليه من خلال اعلانات، وحضرتك متابعه بشكل كبير جدا الموضوع. قبل كده بدانا ماتش اتنين تلات ماتشات في الاسبوع او اربع ماتشات، دلوقتي الماتشات كلها بتتذاع بشكل كبير وكلها بث مباشر. كان قبل كده ممكن بيتسجل ماتش او اتنين، فليه ما نطبقش نفس ال 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 ونستفيد من الخبرات بتاعتنا في اللي حصل قبل كده في الدوري الممتاز نطبقه في الممتاز بقى. ده هيفرق كتير جدا ان احنا نكتشف زي ما حضرتك قلتي مواهب كتير جدا موجوده في الممتاز بقى. زائد ان هيعمل عائد وهيعمل ماركتنج وبراندنج كويس جدا للكره المصريه، ان يبقى عندك الدوري الممتاز بيتذاع والممتاز بقى بيتذاع. هتلاقي مواهب كتيره وهتلاقي موارد كتيره جدا من خلال البث التلفزيوني، ومتابعين هيزيد، شعبيه كره القدم هتبقى بشكل اكبر، لان زي ما حضرتك قلتي انديه كتير جدا في الممتاز بقى انديه جماهيريه، وحتى الانديه اللي مش الجماهيريه ليها متابعين. ودلوقتي العالم بقى منفتح بطريقه غريبه جدا، الناس بتخش الانديه بتعمل بث مباشر من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبتكلفها مبالغ كبيره علشان يجيب لها مردود تسويقي للاعبين، وبيجيب لها اعلانات بعد كده للفريق نفسه او للسبونسر للفرق يعني. فطبعا حضرتك مشكوره انك انت اتكلمت بشكل كبير على موضوع ان اذاعه المباريات في قناه النيل الرياضه بتاثر بشكل كبير جدا على القاعده الجماهيريه لكره القدم. فانا بضم صوتي لصوتك وبقول ان احنا يا ريت ان قناه النيل الرياضه تاخد
مساحة أكبر في بث المباريات. لأن ده أنا مسجل النهاردة أهو سنتين ثلاثة الدوري الممتاز هيبقى ليه قيمة تسعيرية عالية جدا في البث التلفزيوني. فاللي هياخد السبق من دلوقتي هو اللي هيبقى عنده أفضلية في حاجات كتيرة جدا. صحيح. وانا اعتقد انه لما يكون في رابطه موجوده للدرجه الثانيه هتقدر تسوقه بشكل كبير جدا، وهتقدر تتعامل مع فكره اللي هي المشكله اللي موجوده ان مش كل الملاعب مجهزه ان احنا نقدر ننقل منها، هي هتبتدي تتعامل مع هذه الفكره لانه هيبقى في مساله انه كل المباريات بيتم بثها. اعتقد ان ده هيبقى كويس جدا للدرجه الثانيه زي ما حضرتك بتقول. اكيد طبعا. عايز اسالك قبل المنتخبين، بيعجبك في حراس المرمى اللي موجودين في الدرجه الثانيه؟ بما انك اكيد بتتابع يعني. لا هو في الممكن اللي انت بتلعب معاهم الصعيد يعني التاني الموجودين في المجموعات التانية. في حراس كثيره جدا مميزه في الممتاز بقى، يمكن رضا السعيد موجود في نادي الداخليه بيأدي بشكل كويس وفارق مع فرقتهم ووصلهم ان هم ينافسوا. في محمود كوكو بيشارك في السويس وماشي بشكل كويس. مش عايز انسى حد برضه، الناس المميزه ظهره كويس جدا. في مجموعه بحري في الاولمبي كان محمد العربي ومرضي سواء الاثنين بيشاركوا بشكل كويس، كانوا فارقين مع الفرقه. ممكن دي كارنس في جون صغير عمر ماشي بشكل كويس جدا. في عندك مزيكا في زد. مزيكا في زد. انا نسيت مزيكا. مزيكا ادى بشكل كويس جدا السنه اللي فاتت، يمكن لعب ضدنا وهو بتروع صوت، والسنه دي ماشي بشكل كويس في زد وبيشارك بشكل اساسي. فبترمس عمر ساجد. عمر ساجد ماشي بشكل كويس برده من الجوان الموهوبه، ويمكن فارق برده مع فرقه دي كارنس. وفي محمد علاء. ماشي. محمد علاء في القناه، يمكن انا لعبت في القناه، فمن الحراس اللي ما شاء الله امكانيات عاليه جدا، امكانيات جسمانيه عاليه جدا، ومع الوقت وصغير في السن يعني زي ما بنقول احنا، عنده مستقبل ان هو يشارك بشكل كبير. محمد فوزي في حرس الحدود برضه. محمد فوزي في حرس الحدود شغال بشكل كويس وممكن فارق مع الفرقه ومتصدر. يمكن في مجموعه الصعيد في بترول اسيوط محمد رمضان. في بترول اسيوط في محمد رمضان كان برضه ماشي بشكل كويس. مجموعه الصعيد برضه في اسوان خالد وليد، وفي اللهم صل وسلم على محمد احمد البحيري في طميع. مش عايز حد، بس هم دول اللي شغالين بشكل مميز شويه يعني. في جوان كتيره موجوده في الممتاز بقى، بس هو زي ما قلت لحضرتك اللي فارق برضه موضوع البث التلفزيوني. اسلام سليمان اللي بيشارك في اسوان. لا هو اسلام شارك في بدايه الموسم، الفتره الاخيره بيشارك خالد وليد. خالد كان معانا في فوق دجله، هو موجود دلوقتي. واسلام ماشي بشكل كويس في بدايه الدوري لحد هو اعتقد اتجوز، فخد فتره تغيير اتغير يعني لعب خالد يعني. الجرايحي كمان لسه في المنيا. الجرايحي برده بشكل كويس. في ابن الكابتن عبد الشافي في كيما اسوان، كون صغير اسمه محمد فتلة او حاجه، يمكن والده كابتن حرب شافي مدير حراس مرمى نجوم المستقبل والاتحاد السكندري، برضه بيشارك بشكل كويس جدا مع كيما اسوان. في جوان كتيره جدا يعني في الممتاز بقى، نواه لانديه كبيره جدا. صحيح. للدوري الممتاز يعني. انا بضم صوتي لصوتك ان احنا فعلا لازم نركز على المواهب اللي موجوده زي ما حضرتك عملتي كده، سواء سكاوتينج او سواء اعلاميا او سواء مواقع خاصه بتغطيه الممتاز بقى. ده هيساعد كتير جدا في تطوير الكره المصريه، لان حضرتك نبيل دونجا كان بيلعب درجه ثانيه، 90% من اللعيبه اللي في الدوري الممتاز المميزه لا كانت بتلعب درجه ثانيه. يعني هدي لحضرتك مثال، مروان داوود السنه اللي فاتت، السنه اللي قبل اللي فاتت والسنة اللي فاتت درجة ثالثة في الشمس. في أول السنة راح إنبي، ماتشات الودية مع الفريق بتاع إنبي ربنا كرمه، لاعب أساسي ثلاث أربع ماتشات قدام منتخب مصر. دخل فإذا لعب معاه في يعني الموضوع إحنا عندنا مواهب كتيرة جدا، عندنا مواهب كتيرة جدا، بس أتمنى إن إحنا يبقى الفكر شوية يختلف يعني في التطوير. يعني مين بقى اللي بيعجبك في الدوري الممتاز ألف؟
في دار ممتاز. في انا من وجهه نظري من الحراسه اللي بحبها يعني بحب لعبها مهدي سليمان. مهدي ما شاء الله جون قوي جدا بيطور برضو من نفسه من الناس اللي بتطور. طبعا في محمد ابو جبل, في صبحي جون موهوب. محمد ابو جبل ما شاء الله من اسمنت اسيوط واسمنت اسيوط صعب السنه دي من الثالثه للثانيه. جبل يعني من صديق شخصي ليا يعني برضو بداها برضو تدريجيا ودي فرقت معايا دلوقتي. وصل لمرحله كبيره في النضج الكروي في سن مميز لحراسه المرمى. يمكن احنا بنقول بعد ال 30 لو انت المفروض تكون نضجت في المركز بتاعك تأدي 31 32 توصل لمراحل اعلى نضوج كروي في مركز حراسه المرمى. يمكن ده متبع كمان في اوروبا ان الحارس ممكن بيلعب فترات طويله صغيره وهو صغير في السن لحد ما يوصل لمرحله نضج كروي توصل لمرحله في سن ال 30 سنه زي تريشتيجن وزي نجوم كبيره جدا في السن ده. فمحمد ابو جلال ماشي بشكل كويس, محمد الشناوي ماشي بشكل كويس جدا, محمد فوزي ماشي بشكل كويس في الاسماعيلي. انا برده بيعجبني عمر رضوان في الاسماعيلي مع عمده حراس مرمى كويس كتسيت توفيق. في احمد مسعود وعصام ثروت من اللجان اللي بتادي في الكونفدراليه بشكل مميز. يعني في مجموعة حراس مميزين. هاني سليمان يعني كنا لعبت معاه في الاتحاد الاسكندري. هاني ما شاء الله كابتن احمد ناجي فارق معاه بشكل كبير وهو بيأدي بشكل كويس جدا, غيره كتير. هاني طور منه بشكل كبير يعني شايف تطور اداء مميز يعني. تعتقد ان حكايه انت بتقولي حراس المرمى الصغيرين في السن, هل علشان كده كروش بدا يعتمد على حراس مرمى صغيرين بيضمهم زي جاد وصبحي نوعين من المره دي؟ اكيد, لان هو انت بعد خمس كنا يعني مبسوط جدا بالفكر بتاع كارلوس كروش. لو احنا بصينا بشكل متوسع شويه ان ازاي الناس عايزه تبني قوام لمنتخب مصر مستقبليا. يمكن في عناصر كتيره جدا اتضمت احنا ما كناش سبوت عليها خالص. مش بس في مركز حراسه المرمى, يمكن مركز حراسه المرمى هم محمود جاد وموهبه كبيره جدا, محمد صبحي موهبه كبيره جدا وبيلعبوا بشكل كبير في بشكل اساسي في انديتهم وبيقدموا بشكل كويس. فايه المانع ان هم يكونوا موجودين حتى لو مش هيلعب؟ لا, هو هياخد دوره ويلعب زي محمد صبحي لعب في كاس الامم وكان شغال بشكل كويس, ولما لعب في المنتخب الاولمبي كان شغال بشكل كويس جدا. فاذا في الوقت ده لازم يتحول ان هو يكون لاعب دولي سواء بتواجد في معسكرات المنتخب او سواء بمشاركات. وجوده في معسكر منتخب مصر هيفرق معاه كتير جدا, حتى لو ما لعبش هيفرق معاه في الاجواء الدوليه. اللعيب العادي عشان يخش الاجواء الدوليه بتبقى بياخد فتره, لكن انا دلوقتي لو دخلت لعيب واثنين وثلاثه صغيرين في السن عاشوا معسكرات منتخب مصر, تواجدوا في تشكيل منتخب مصر او في القائمه بتاعت منتخب مصر في بطولات كبيره, هيجوا بعد اللعيب الكبير اللي بيلعب مكانه لما يجي يعتزل دوليا مش هيبقى فيه زي ما بنقول الرهبه بتاعت ان انا انضميت اول مره وهخش لا انت واخد على جوه منتخب مصر وكنت حارس تاني وكنت حارس كنت لعيب رقم اثنين في مركزك, فلما تيجي تشارك الفرصه لو جات لك حتى لو نص شوط زي ما حصل مع محمد صبحي خلاص هو الرهبه كده انتهت بالنسبه له. يعني احنا ربنا يسلم محمد الشناوي ومحمد ابو جبل ويحفظهم. لو حصل قدر الله في اي مشاكل للاثنين, لا محمد صبحي قادر ان هو يكون موجود وهيأدي بشكل كويس. لما الرهبه عنده انتهت في بطوله كاس الامم ولما نزل كان حاجه تحسب طبعا كابتن عصام الحضري ان هم الثلاثه شاركوا بشكل كويس وظهروا بمستوى كويس جدا, فمش هيبقى في مشاكل عندنا. فكارلوس كروش عاوز ارجع اقول لحضرتك ان هو النهج بتاعه ان انا احط قوام لمنتخب مصر خمس ست سنين قدام, يعني يبقى في قوام اساسي لمنتخب مصر وقوام احتياطي لو احتجته في اي وقت اي لعيب ليه بديل واثنين وثلاثه. ودي حاجه كويسه جدا يعني مش في مركز حراسه المرمى بس في كل المراكز. القائمه اللي اختارها كارلوس كروش المره دي قبل مباراه السنغال وده الحقيقه مهم جدا بالنسبه لنا, لما شفتها كده حسيت بايه؟ يعني انا شايف ان هو الراجل في ناس كتيره معترضه. بص هو لغه الارقام والاحصائيات هي المسيطره في شغل كارلوس كروش وفي الجهاز بتاع كارلوس كروش.
تحليل الاداء يمكن احنا في حاجات كتيره جدا مش معروضه بالنسبه لنا. الراجل عنده ستاف كبير جدا محللين اداء، وده المتبع في اوروبا من زمان. يمكن منتخب زي المانيا عنده لا يعادل 40 محلل اداء او اكتر على ما اتذكر. ف كل لعيب في قوام المنتخب هم بيتحط لسته كبيره جدا في كل مركز. يمكن مركز حراسه المرمى، هتكلم مثلا على مركز حراسه المرمى، بيتحط اكتر من 7 أو 8 حراس مرمى بعد بطوله افريقيا، بيتابعوا بشكل كبير جدا في كل مبارياتهم، بيتعمل لهم تحليل اداء للفتره للماتشات بتاعتهم، بيتعلم على كل واحد وبينتقل افضل في الفتره دي. وده ظاهر في 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 يعني مثلا هذا حد مثال محمد مجدي قفشه. الميديا او الاعلام كان مصدر ان في مشكله ان هو ما انضمش لبطوله كاس الامم، في حين ان هو ما كانش هو قال بنفسه ان هو مش في التوب فورم بتاعته. دلوقتي محمد قفشه ما شاء الله حاجه محترمه وواصل فورمه كويسه، موجود في القائمه بتاع المنتخب. فاذا احنا خلينا الناس شغاله، لازم ندعمهم ونكون وراهم، لان في الاساس اي حد هيلعب منتخب مصر لو حتى من الدرجه الثالثه لازم نكون وراه ونكون داعمين ليه. القرارات بتاعت الجهاز الفني، اكيد اي جهاز فني عايز ينجح وعايز الافضل. وكتير على فكره احنا اعترضنا، يعني ناس كتير اعترضت على اختياراته قبل كاس امم افريقيا، طلعت اختياراته صح. يعني محمد عبد المنعم يعني حاجه محترمه جدا. مروان داوود، احمد ياسر، سواء مش موجود في بس بطوله كاس العرب ادى بشكل كويس جدا. معلش يعني 90% من الشعب مثلا ما يعرفش محمد عبد المنعم، ما كانش يعرف احمد ياسر، ما كانش يعرف مروان داوود. لما الناس دي شاركت، طب اذا الناس شغاله بشكل علمي، بشكل علمي وتحليل زي ما قلت لحضرتك. لغه الاحصائيات دلوقتي هي المسيطره في عالم كره القدم، وهي اللي جايه السنين اللي جايه كلها. فانا شايف ان الاختيارات واقعيه جدا، يعني ما فيهاش مجاملات. يعني الراجل ما عندوش حب وكره. الاجانب كده شغلهم كله، حتى لو عنده ما بيحبش شخصيه حد، بس لو الحد ده يفيده لا هيكون متواجد. صحيح. طيب احنا في كل الاحوال زي ما قلت كده لازم نكون وراه. اكيد طبعا. نختار خلاص احنا وراه، مش هنقعد يعني نعترض كتير على انه لا ده كان المفروض يبقى كذا او يبقى كذا. لكل احنا كل اللي بنتمناه ان انت صعدنا بقى، صعدنا كاس العالم ان شاء الله. يعني انا بوجه طبعا كل الدعم، وشعب مصر كله داعم لمنتخب مصر، ان حلمنا الاكبر ان احنا نكون متواجدين في اكبر حدث عالمي على مستوى العالم بيمثل الكره المصريه، وهيشرف لينا كرياضيين، وهيشرف لينا كشعب مصري كله. يمكن بنقعد نتفرج على كاس العالم واحنا السنين اللي ما بنكونش موجودين فيها ما بيبقاش لي طعم. السنه اللي شاركت فيها مصر في روسيا كان عامل حاله كبيره جدا في الشعب المصري. الشعب المصري شغوف بكره قدم. اتمنى التوفيق في الماتشين بتوع السنغال، كل الدعم ليهم وكل الدعم لمركز حراسه المرمى بالاخص، لان احنا بنمثله. كابتن عصام الحضري وكابتن محمد الشناوي وكابتن محمد جبل وكابتن محمد صبحي، وسواء الناس اللي موجوده برده خارج قوام المنتخب بس هي ضمن القائمه الاحتفاليه، محمود دادي ومحمد فوزي. بتمنى لهم التوفيق، بتمنى التوفيق للمنتخب بشكل عام. يعني ان شاء الله ان شاء الله بتمنى لك التوفيق باذن الله مع نادي بني سويف هذا الموسم، او لو انتقلت لاي مكان اخر يعني بتمنى لك التوفيق في اي مكان. ربنا يخليك، انا اللي شاكر ليكم وشاكر على الاطلاله الجميله بتاعت حضرتك معانا ان شاء الله. دايما موفق. بشكرك كابتن. ربنا يخليك. مشاهدينا بشكركم على حسن تابعتكم لحلقتنا النهارده، وكل ام طيبه، وكل سنه وكل ام طيبه في عيد الام. ويعني اللي عنده ام لازم يعرف ان عنده كنز كبير جدا، يعني دعوه بتخترق السماء حقيقي. يعني لازم بكره يجيب لها هديه ويروح، وحتى لو من غير هديه بس على الاقل يحسسها انه سعيد انها موجوده في حياته. وده يعني بشكل كبير جدا بيسعد اي ام، كفايه بس ان قلبها يبقى راضي. يعني عايز تقول حاجه؟ طبعا. بالمناسبه دي بقول والدتي كل سنه وهي طيبه، وكل سنه وكل امهات مصر يا رب طيبين، ويا رب دايما في احسن صحه، لان انتوا قدمتوا لينا سند وتعبتوا جدا. فكل سنه وانتوا طيبين، وكل سنه وعيد ام وعيد اب كمان عشان ما يزعلوش مننا الاباء. وسنه سعيده عليكم دايما يا رب. الله يخليك. شرفتني ونورتني وبشكر حضرتك. ربنا يخليك يا رب. مشاهدينا شكرا لكم والى اللقاء.